فقدان مدني حياته وإصابة امرأة بقصف مسيرة تركية على مناطق سكنية في عمودة شمال شرق سوريا. مدرعة روسية تدهس امرأة بريف جرجيلاجي معبدة شمال شرق سوريا خلال محاولة تسيير دورية مشتركة مع الاحتلال التركي. الفصائل الإرهابية تعتدي على شاب وتستولي على منزل وتنهب ممتلكات مدني في عفرين المحتلة شمال غرب سوريا. مبعوث الأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون يدق ناقوس الخطر ويحذر من تصاعد العنف على كافة الأراضي السورية. الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين من الأراضي السورية. قصف إسرائيلي مكثف يوقع عشرات الضحايا بقطاع غزة ومقتل 17 فلسطينياً بعملية عسكرية بالضفة. الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة تركية وسط مدينة كركوك شمالي البلاد.